ما شاء الله عليك يا سعيد، حلو الرياضة بعد الإفطار، بس خلي تمارينك خفيفة وإن شاء الله تكون أخذت الطاقة المناسبة على الإفطار، يعني أكلت كمية كافية من البروتين. البروتين وايد ضروري لتجديد وبناء خلايا الجسم، موجود في اللحوم، البيض ومنتجات الحليب، وبعد في البقوليات مثل الفول والحمص والعدس والصويا. بكل الأحوال الحاجة للبروتين حوالي 50 جرام يومياً للأشخاص اللي يأخذون 2000 سعرة حرارية، وفي شهر رمضان ممكن تتناول حتى 60% من حاجتنا للبروتين على الإفطار و40% على السحور. مثلاً 100 جرام صدر دجاج مشوي منزوع الجلد بيعطينا 31 جرام بروتين، بينما 100 جرام فيليه سمك مشوي بيعطينا 20 جرام، و100 جرام ستيك عجل فيهم 30 جرام بروتين. وأعرف يا سعيد أنك تحب المأكولات البحرية، ولكن لا تكثر منها لأنها غنية بالكوليسترول، يعني 100 جرام روبيان فيها 190 ملي جرام كوليسترول. ولا ننسى على السحور أن ناخذ بيضة أو نص كوب من الفول لأنهم يعطون 7 جرامات من البروتين، وتشي نكون خذينا احتياجاتنا من البروتين لبناء العضلات. رمضان كريم وعساكم دوم بصحة وسعادة.